شوف طبعا طفح الكهرباء وانا احب افيدكم. هذا البان الذكر، طبعا هاي طريقة تعلمتها باليوتيوب، ملايين منزلتها كانت، فحبيت اللي ما شافها يتعلمها. هذا البان الذكر ندق زين بالهاون، بعد ما نطحن نخليه بهذا البطل اللي بيه زيت زيتون، نخليه ونسلفن البطل ونضمه لمدة اسبوع. بعدها نفتح السيليفون ونظل كلنا نستخدم شعرنا نسلفنه مرة الأخرى، بشرط انه ما يلوحه اي ضوء. هذا راح يطول الشعر وينعمه ويغذيه بشكل مو طبيعي. وهسه انا دا اسويه شعري. طبعا خالتي النادرة هاي ام افكار رهيبة خلت الكاغت بالبطل مال زيت الزيتون ولا حباية من لبان الذكر وقعت. اولي على صقرة صقرة صقرة. شوفوا لازم نخلي مي مغلى ونخلي بيها هذا الزيت زيتون واللبان ونعوفه نص ساعة حتى يصير انه يموع الزيت تمام حتى يتجانس الخليط. هاي الخلطة الاولى، بس راح اسويكم شنو اشوفكم ماسك انا احنا سويناه هسه حتى نخليه على شعرنا. هذا الماسك الثاني، خاشوبتين عسل وزيت جوز هند اصلي وبيضاية وحدة احنا سويناها. هذا الماسك الثاني خليط، يعني مع شخصين لين خليت بيضتين، بيضاية وحدة وخاشوبتين عسل وخاشوبتين زيت زيتون، صار بهالشكل. راح هسه اخلي على شعري لمدة 3 ساعات وبعدها اغسله. هذا جدا مفيد، يقلل التساقط، بالاضافة لهذا يقوي الشعر، ينطي لمعة وينطي حيوية ويطول الشعر بنفس الوقت، وجدا مفيد للشعر اللي يعانون من التساقط والشعر الخفيف. شوفوا شلون صار، طبعا الكهرباء طافي وانا دا اتفنن انا وخالتي بهالليل. صورة جدا جيدة لانه هذا بيض وعسل وجوز هند. هذا اللبان ما ذكر وزيت الزيتون بعد ما خلطناه نخليه بهاي الطريقة بالسليفون ونخليه بمكان أظلم 100%، وأيضا نخليه بمكان ما يشوف الضوء أبدا. هو بهذا السليفون نغلفه وراح نضمه. حمود منو فوقه؟ منو فوقه؟ ها 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 قز القرط، ها ها قز القرط، ها حنشوف. ليت العين اوني مالتي حنانية دايا. ها انت فقر، انت فقر، انت فقر، يقول حمود علي. ها ها وين رايح انت؟ ايطاليا. وين؟ ايطاليا؟ حمود الايطالي؟ يلا بعد لا تجون. هذا محمد علي الايطالي. والكعبه بتصير مانك غير، انت تنقلبينا طياره بالحلة، اذا ما متنا بالحلة تنقلبينا بالهواء. بتصير مانك ايطالي. رايحين للبصرة توصلون بالسلامة ولد خالتي وهذا اخوي. يلا روحوا كافي، يلا لحيتوا، بعد لا تجون، بعد ما اريد تجون، يلا تكتب موبايلي بعد ما تجون يلا.